أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي ستكون محاورها كالتالي: درجة حرارة اعتيادية في عموم المناطق، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في منطقة المدينة المنورة وغرب حائل وجبال تبوك خلال نهاية الأسبوع، وبالتالي فرصة لزخات من الأمطار في تلك المناطق، وانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. قبل الخوض في تفاصيل هذه المحاور، لا بأس أن استعرض وإياكم صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة بدون فعالية فوق منطقة المدينة المنورة، هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، بينما ساد طقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط الحرارة السطحية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث نلاحظ اندفاع لكتلة هوائية حارة في نحو المنطقة الشمالية الغربية، تحديدا منطقة تبوك، منطقة المدينة المنورة، أجزاء من غرب حائل وغرب الجوف، تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع الحالي. يقابل هذا الاندفاع اندفاع لكتلة هوائية عفوا معتدلة الحرارة أو ذات درجات حرارة أقل من المعتاد نحو المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، منطقة الرياض، منطقة القصيم، أجزاء من حائل، وأيضا منطقة حفر الباطن والحدود الشمالية، بحيث تكون درجات الحرارة أقل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ننتقل وإياكم لهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الاختلال في درجات الحرارة، حيث يندفع مرتفع جوي من الأراضي العراقية باتجاه شمال شرق المملكة. هذا الاندفاع يعمل على انخفاض على درجات الحرارة، يقابله امتداد لمنخفض البحر الأحمر شمالا باتجاه منطقة تبوك ومنطقة بلاد الشام، حيث ترتفع هناك درجات الحرارة بسبب امتداد لهذا المنخفض الجوي، حيث يترافق هذا المنخفض الجوي بكتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا في تلك المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم مع 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 37 درجة مئوية، مستورة 24، يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة 35 إلى 23، يوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 34 درجة مئوية إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.